هاي باي باي من اولها بدها تقول باي بابا 1 2 3 صباح الخير وايز فاميلي كيفكم يا احلى عائله بالدنيا ان شاء الله تكونوا بالف خير اليوم الفيديو كثير مميز بدنا ناخذكم معنا لحتى نجيب فاينلي انه مين لا 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 خليكم معنا روح على المطار جاهزين يلا ابا ابا ياي بابا بابا ولا ابا ابا يعني لايك بابا يعني بابا يلا منشوفكم سكري سكري بام او انستغرام سناب شات تيك توك كلهم موجودين تحت بصندوق الوصف اذا اول مره بتفوت على القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه فعلوا الجرس لوين انت كيف صرت اليوم بعد ما بدي اسالك حسيت صوتك شو اسمه حسيت امبارح بالفيكس بدينيه انا اول مره بشوف وبصلي وين حطيتهم هيك حدا قال لي الله وكيله جايز الريحه شي بفطس anyway let's go see the bit بدنا ناخذ ترويقه من ماكدونالدز وشو رح يصير اللي قدامنا والله ميتين عسل عيوني بعدهم is there any egg and cheese McMuffin meals كيف ليك ليك شو تطلع can I get two How many hash browns does it come with? One meal. Yeah. One. مين رح ناكل بيضة؟ ده؟ قولي بيضة؟ بيضة. فرجينا عليها لل ايه ترويقة الماكدونالدز. ترويقة الماكدونالدز اسمها ماك موفن. اللي هي بقلبها بيجي بيض وبيجي جبنة بس هو الخبز اطيب شيء 100% وعشان نحن ببريطانيا بيبعتوا معها شيء اسمه هاش براوند هو عباره عن بطاطا هيك مطحونه بيرجع بيقلوها كثير طيبه عن جد؟ انا كمان يلا هيك طعمي ميمي يلا واي اسامي ناكل وبنرجع لكم تمام يون هاي لا ماما شو ها شو هي هاي يلا ارقص يلا ايوه اي اي ايوه يا ميمي ايوه ارقص 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 هي تخبيطة راس يا ماما انا مش رقص يلا مالي هيك تا تا متعمسة ميمي ايوه اي اي ميمي عم بتقول هاي للي عم يوصلوا من السفر ميمي قولي هاي ايوه الحمد لله على السلامة ياي ميمي اجت عمته يي 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 ميمي هلو انا بس يمكن مين هيدا على فكره بس جيتي يا زين عملت كاكا لمين هيدي؟ يلا جايز بنشوفكم بعد شوي اوكي جايز هلا خلصنا من المطار وهلا رايحين ناكل واخت زينب هربت مني لقدام ما بدك تقول لهم هاي يا زينب؟ قول لهم هاي زينب انا اختي كثير بتحب تكون قدام الكاميرا بشكل مش طبيعي anyway شو حناكل اليوم يا سحر رح ناكل بمطعم كثير طيب هلا بفرجيكم كل الاذواق والتصوير طبعا انا بحب الرز والمشاوي وهيك اللحمه حيكيفها هيك المطعم الرز والمشاوي جعان جعان anyway see you guys ليكو 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 شيكور الله لكم هيدا المنظر اهم من كل هالمناظر عن جد ليكو ليكو سحر شو طلبت كل هيدي لحالك بدك تاكليها حسد ولا في اتعاد انا اللي عم اوكي واي فاميلي رجعنا بتعرفوا شو اصعب شيء بالحياه ان نكونوا فايقين الصبحيات وتعبانين وعسلين وانا بالنهار ما فيني ما بعرف اذا في حدا مثلي بس ما بقدر نام بالنهار من الصبحيات فايقه كثير بكير شفتوا شو صار معنا استقبلنا اخته ليحيى باي ذا واي اخته ليحيى وراي هاي زينب رح تسمع صوتها ورا الكاميرا ما بتحب تكون على الكاميرا وعم تحكي بتحب تكون على الكاميرا بلا حكي صح زينب
وميمي كمان وميمي تاي ميمي يون هاي. على فكرة ميريام مكيفة بزينب وزينب مكيفين بميريام، وعلى فكرة كلهم بيقولوا انه ميريام تشبه عمتها. ميمي رح احط لك ميك اب؟ ياه شوفوا كمان بدي فرجيكم اكيد المونة لبنان اللي ما في منها فريك وكشك وزعتر وغيره وعمتها. ليك بدي اقول لكم شغله، ليك شو جايبيت لها لميريام؟ زينب شو جايبيت لها؟ جايبيت لها ميك اب لميمي. ميمي هاي لمين؟ لمين؟ ميمي. وجايبت لها كمان هيدا اللعبه، بدنا نشوف رده فعلها هلا لميريام. زينب من ورا الكاميرا، انا وزينب اتفقنا، زينب اختي ريحية، اتفقنا انه بدنا نعمل ميك اب لميريام، بما انه هيدا العلبه ميك اب مخصص للاطفال، يعني الاولاد الصغار فيكم تحطوا لهم ميك اب ما بضر البشره، ما في اي مواد حافظه او مواد كيميائيه او غيرها. فشو رايك زينب نعمل لها ميك اب؟ يحيى فوق نايم عم بيجي كثير تعبان، الله يشحرنا انا وياكي، بس يلا نعجب فيها لميريام ونشوف رده فعل يحيى. يلا ميريام. ميمي ميمي تعي ميمي هيك وينها ميمي؟ ميمي تعي تعي ميمي اتيا بوسي لعمته. أتي يا بوسي لعمتو. ميمي ميمي بوسي. أتي يا بوسي لعمتو. بوسي عمتو بوسي. ميمي شايف اللعبة هلا مش ايش على غير اللعبة. ميمي ميمي بوسي. شو رح تحكوا ردة فعل يحيى؟ والله حيجن علي أنا وياكي. واو واو ميمي يا لقيتن واو. قولي واو. شاهدة يا ميمي شاهدة. يا جنة كيف تفتح؟ 2000 years later. واو ميريام لطيفة. يا ريت حط لك ميك اب ولا بيك لحتى يشوف الميك اب لحتى يجرب. حطي لها موف على لون ثيابها. حطي لها موف. هيدا اللون. هيدا اللون. هيدا حطي لها اياه. نجيو للواي اس فاميلي. واي اس فاميلي ليكو شو في الوان. هيدا كيلو للولاد ليك عاملينه ضفير. لا شو مهضومين حطينا ضفير. خلينا ننزلها ضفير وهيدا ليك شو هيدا بابا روقي. ميمي شو بدك نعمل لك مبرد وحمرة وضفير شو رأيك؟ كيكي وجهك هيك عدل هيك عدل هيك عدل. ميمي بتحبي الميك اب؟ قولي لها ايه. قولي لها ايه؟ هذا موف. هيدا الموف. ممكن تحطوا ميك اب من عندكم لاولادكم؟ لا ولا لحتى اخواتكم الصغار، هدول ميك اب مخصصين للاطفال. واو شطوره ميمي. بلاش بدنا هيدا. يلا ليك ليك يلا عدي عدي ماما. واو واو عن جد واو. كده هذا الحمرة متى نحط لها جلوس؟ ليك شو كيلو جلوس؟ ليك شو مهضومين كثير عن جد. وانت عندك هالفكرة تجيبي لها اياها هدية؟ والله كان على بالي اتبهدل من خيي من خيي. ميمي واو ميمي عن جد يعني برافو عليك ست تمها مظبوط. ميمي شو هيدا؟ شو عملت فيكي ماما؟ يلا انت حطي حمرا، فرجيها فرجينا كيف بتحطي انت حمرا. تع يلا حطي قولي لهم تع. واو شو حطي كلهم؟ طعمتهم طيب يا ميمي؟ اوووو ميمي شو عملت فيكي ماما؟ فرجينا شو عملت فيكي ماما؟ واو عن جد حلوة ميمي، يلا فرجيها. إلا ثانك يو، اعطيها بوسة لعمتي لأنه جبت لك ميك اب، اعطيها ماما. تفضلي هيدا جزداني. تفضلي هيدا جزدان ميمي الختيارة. شو هالجمال؟ شو هالجمال؟ يحيى يحيى ما تجي. شو ما تجي؟ واي؟ تع ها؟ تع ميمي روحي سلمى. أنا منيحة. تعال سلمى ميمي شو عملت فيها؟
عمرها سنة وشهرين حطيتوا لها مكياج؟ شو يعني؟ شو مجانين انتوا؟ لا مش مجانين شو يعني؟ فيها شيء زينب ما فيها شيء طبعا ما فيها شيء ليك شو طالعة حلوة ليك شو عمورة لا شو عادي من صغر شو عامل فيك يا بابا؟ عادي بوسة إله عادي بابا يلا بوسي كله ميك اب ياي شرفك محلوة كلها بوحدة صرنا بنتين شو انت قاعد ببيت فيها ثلاث نسوان بس وين خبط على راسك حبيبي خبط شو؟ هاي بديكا؟ بس ليك عن جد البنت بالميك اب مش أجمل؟ لا صراحة أنا بحب البنات بدون مكياج بحب الجمال الطبيعي أنا شو رأيك أنت يا ميمي؟ هيدي شو ميمي؟ تعال لعبها معايا لتعب آه ميمي والله كنت حبيبي كيف صرت حبيبي؟ الحمد لله هلا شو عم بتكير البنت يلا دد 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 يلا ميمي دد 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 صراحة بدي اقول لكم انا بدي اخلص هيدا الفيديو طلع عبالي اعمل مناقيش مناقيش بكشك لانه صار لي تقريبا شي 5 أشهر عم بتوحم على مناقيش كشك وناطره كانت زينب لتجي وما تعرف لتجي ويجيبوا لي كشك من اللبنة على فكره اطيب مناقيش من بعلبك جايين هول المناقيش تحياتنا لاهل بعلبك تحياتنا كثير كبيره بدي اقول لكم هيك وصلنا لاخر هيدا الفيديو صراحه بقول لكم حابه كثير اعمل تحديات ومقالب فاكتبوا لي تحت بالتعليقات شو حابين نعمل تحديات انا ويحيى تحديات ما بدنا مقالب نحن بنحب بعض وبدنا انه بنعيش بعض ولازم بنعيش بعض انه ولفت كفا عم نعيش مع لازم هيك تكون الحياه هيك نقص كاري وهينه وكل شيء بس اذا بدكم مقالب واي اس فاميلي واي اس فاميلي ابعثوا لي على الانستغرام ابعثوا لي يحيى جايز وي لاف يو سو ماتش شو فرت قول في شو شي. لا ولا شيء وصل هالفيديو ل 50,000 شيء براسه لا اذا في شيء براسه وصل ل 60,000 لانه انا في شغلتين براسه شوفوا العدد لوين anyway guys وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو انا صراحه مكيف 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 واذا اول مره سابت فتوا على القناه اشتركوا بالقناه تكونوا من عائله واي اس فاميلي جايز شكرا على كل الدعم على كل الحب على كل التعليقات اللي بتطير العقل لك انتوا اجمل عائله بالدنيا بنشوفكم بفيديو جديد ميمي ميمي ما بتقولي لهم باي ميمي مع عمتها خلص عم تاكل ميمي قولي باي للواي اس فاميلي قولي باي للواي اس فاميلي